السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله حبايبي هنخش المطبخ نعمل البانيه الجميل دوت يا حبايب قلبي بالدوريتوس. ان شاء الله هتشوفوه معايا انا هعمله ازاي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حلو حالكم. ما تنسوش تحطوا له لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله حبايب قلبي هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة حبايبي، بيبقى طعمها جميل جدا جدا. انا جبت حبايبي ايه حبايب قلبي ايه؟ جبت هنا ده نص كيلو فراخ بانيه، نقعته طبعا في المحلول اللي بعمله ماشي، وبعد كده شطفته وحطيت له توم باودر وفلفل اسمر وملح وبصل باودر. زي ما انتم شايفين كده حبايبي بسم الله ما شاء الله، سبته من بدري يعني، وحطاه بقاله بتاع ساعتين في قلب الثلاجه بنفس التتبيله بتاعته ماشي. هنا جبت ايه حبايب قلبي؟ هنا حطيت نص كوبايه لبن وضربت فيها بيضه وفلفل اسمر ماشي، ومعايا دوت يا حبايبي فيجيتار ماشي حبايب قلبي، ومعايا دوت دوريتوس بالفلفل يا حبايبي. ان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. هنعمل جنب منهم ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمل جنب منهم صينيه مكرونه بالبشاميل. انا عملت قبل كده معاكم مكرونه بالبشاميل وان شاء الله هبقى اعملها تاني لان انا عملتها ماشي حبايبي. ان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. هنسمي الله حبايب قلبي كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد القطعه وننزل بيها فين؟ هننزل بيها الاول في البيضة واللبن حبايبي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اللي هو اب كده حبايبي. ناخدها كده بقى زي ما انتم شايفين كده. تنسونيش حبايبي في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، واكون عند حسن ظنكم واكون فعلا قادره اوصل معلومه مفيده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. كده حبايبي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر. هروح منزلينه في الدوريتوس كده حبايبي ونضغط بقى كده عشان ايه الدوريتوس يلزق فيها حبايبي. خليكم معايا حبايبي، اعمله بس وارجع معاكم تاني. بص حبايبي بنحط الاول هنا ماشي، طبعا انا عملت قطع اهيت زي ما انتم شايفين ماشي. هنطلعها من البيض واللبن كده حبايبي، بنصفيها كويس عشان خاطر ايه ما نبهدلش الدنيا يعني باللبن والبيض ماشي. كده بنسمي الله ونرجع ايه كده حبايب قلبي لحد ما اتبلها تمام التمام في قلب الفيجيتار كده، ونرجع تاني بيها هنا كده حبايب قلبي كده. بعدين ناخدها كده بسم الله الرحمن الرحيم، برضو نصفيها كويس ونروح منزلينها على الدوريتوس يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. بتاخد بقى القرمشه دي حبايبي، انسوا بقى حبايبي انسوا الطعم، بيبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، والولاد بتحب الحاجات دي جدا جدا، فاحنا لما نعملها حبايبي في البيت افضل من احنا نشتري من بره. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خليكم معايا حبايبي اخلص الكميه ونرجع مع بعض تاني. بصوا حبايبي كده انا حطيت في النار بس لسه طبعا ما قلبتهاش. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله، شايفين حبايبي بتبقى عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، بيبقى طعمها جميل جدا جدا، والولاد بتحب الحاجات المقرمشه طبعا كده شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر. ما تنسونيش حبايبي الدعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم ويدي كل واحد منا ما يتمنى ان شاء الله. ما تنسونيش دعوه حلوه حبايبي، ما تنسوش تذكروا الله. ريحتها جميله جدا جدا حبايب قلبي، يا ريتكم جنبي تشموا ريحتها. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي لايك حبايبي، حطوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيا بيكم. خليكم معايا حبايبي اخلص بس ونرجع مع بعض تاني.
بص حبايبي، زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، حبايب قلبي يعني مش قادره اقول لكم على القرمشه اللي فيها حبايبي، ولا طعمها تحفه تحفه حقيقي والله. جربوها حبايبي، ان شاء الله تطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. بيبقى طعمها خطير والولاد بتجري عليها حبايبي، بدل ما نشتري من بره والحاجه بقت غاليه. ربنا يرحمنا برحمته ان شاء الله ويصلح حالنا وحالكم. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، وما تنسوش تصلوا على رسول الله، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتحطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك. ربنا يبارك فيكم فيكم اخواتي وحبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.